لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أنا عم صابر الحج. أقول له حج، أنا اليوم بطوف حوالين الكعبة. مش حدا ما بقول له جبت الكعبة لإلي بطاطا. قولوا معاي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. يه من هذا؟ هذا الحج شاب بيسوي هون، كيف جاب الكعبة لهون؟ منها لا شريك لك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا إن الحمد والنعمة لك وال عم صابر. السلام عليكم، لو سمحت أنا عم صابر الحج. حج هو منا مش سايق. بس بدي اسالك سؤال، أيوة. كيف جبت الكعبة لهون؟ تعال تعال، انت ايش عرفك انه هي كعبة حلوة؟ كرام كرام، كيف الكعبة حياتك؟ صح صح حلوة كثير. ولا اسمع، عشان هذا الفيروس هذا اللي مش قادرين نخلص منه مش عارفين يروحوا على الكعبة، جي انا جبت الكعبة لهون. تعرف وين وين موجود الكعبة انت اصلا؟ وين؟ بمكة المكرمة. أقول لك كل شيء بعرف لأنه أنا شاطر أشطر منك ومنك. أنا أشطر منك. أشطر منك. طلع عنده جاي تحج هيك، هيك لازم واحد يحج. بتعرف إيش هدول؟ إيش هدول؟ هدول ملابس الإحرام. شو يعني؟ يعني بينفعش تروح تحج يا قدوم يا كروم إلا ما تلبسوا ملابس الإحرام. هيك بروحوا يحجوا وبتطوفوا حوالين الكعبة 7 مرات. بدكم تساعدوني؟ يلا. هذا بس سعد. ايش؟ بموسم الحج يعني بعيد الاضحى. اقول لك بروح الحجاج على مكة عشان ايش؟ يسووا مناسك الحج. يلا قولوا معاك لبيك الله، هيك هيك هيك، يلا لفوق لفوق لربنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. سمعكم ثم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كل الحجاج ايش بروحوا على مكة المكرمة بيسووا مناسك الحج، من ضمنها يلفوا طوفان يطوفوا حوالين الكعبة. كم مرة؟ 7 مرات. بيطلعوا على جبل عرفة وبروحوا على منى وبروحوا يرموا ابليس ويرجموا ابليس، في كثير اشياء يا اولاد. يلا روحوا البسوا ملابس الاحرام عشان تحجوا معاه. يلا وظبطوا حالكم عشان عيد الاضحى. يلا يا اولاد يا حلوين مصدركم. يا اولاد وزنتوا كمان، يلا قولوا معاي لبيك اللهم لبيك، كل عام وانتم بخير. لبيك لا شريك لك لبيك. انا عم صابر، انا جيت لهون يا اولاد يا حلوين، بحبكم كثير. ابسوا سبسكرايب، ايوه وعلى الجرس كمان. عالدائرة لآخر الفيديوهات. بحبكم، إلى اللقاء. مصابر برسم عالضفاطر، لولاد بيحبوني وبينادوني شاطر، بحب آكل محشي.